مش بانه بس السعوديه، مش لانه السعوديه او الامارات بس، انه في عدوان عم بيصير صار له كم سنه، صار له 5 سنوات أكثر مستمر، 5 سنوات تقريبا. كم؟ 8 سنوات. 8 سنوات مستمر على هذا الشعب. طيب خلاص يعني، طيب اللي يعني اذا اللي ما انعمل بسنتين وبثلاثه ما راح تقدر تعمله ب8 سنوات، يعني اصبحت حرب عباسيه. هذا لا يزال التصريح الأخير لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي وقوله نفسي أزور السعودية يثير تفاعلاً وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، لكن اللافت أن سعوديين وإعلاميين ردوا على تصريحات قرداحي بقوة، فما الذي قالوه؟ رد الباحث السعودي سلمان الأنصاري على التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي عبر تغريدة على حسابه قائلاً الوزير المخلوع جورج قرداحي، أتمنى أن أزور السعودية لأن لها فضل علي، لو كنت أصيلاً وتقدر أفضال المملكة لما دعمت الميليشيات الإرهابية التي ترسل الصواريخ والمسيرات الإيرانية عليها، ولكنك بعت أخلاقك وعروبتك لأجل عيون الفرس وحزب الشيطان، شاهت الوجوه. يذكر أن قرداحي رد خلال مقابلة عبر قناة القاهرة والناس على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودية قائلاً والله نفسي دائماً أزور السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي، بتعرفي أنا اشتغلت في أم بي سي وأنا جزء من الأم بي سي وهي محطة سعودية وكان لها فضل كبير علي وأنا كان لي فضل برضو على نفسي طبعا وعليها. تروح السعودية تاني؟ والله نفسي دائما أروح السعودية، السعودية أنا يعني كنت بعتبرها زي بلدي. من جهته أعاد الإعلامي محمد الدرع نشر مقطع فيديو سابق لقرداحي معلقا لتذكير المتذاكي أنت قطعت تذكرة وجهة واحدة لإيران ولن ترجع ولن يقبل رجوعك، عليك التعايش مع واقعك الجديد مع إيران وحزب الشيطان حيث الجوع والجهل وعدم الشرف. هم تاركين لبنان من زمان، يعني لبنان بكل أزماته اللي مر فيها ما حدا عطى نقطة مي. أما الإعلامي سفيان السامرائي فأشار إلى أن قرداحي قال أنه لن يتراجع عن تصريحاته ضد السعودية ولن يترك منصبه كوزير إعلام ويخضع للمملكة، ثم عاد ليتراجع مقدما استقالته، لكنه عاد ليعترف بتسببه توترا بين لبنان والمملكة، معترفا أيضا أن تصريحاته غير مقبولة وختم بتمنيه لزيارة السعودية. واستهزأ الإعلامي بقرداحي قائلاً بدي كم مليون طال عمرك، يعني هذا يعني أنك لن تستقيل وبالتالي يستمر بعملك. ما طرحنا موضوع الاستقالة مع دولة الرئيس، حكينا بكل المواضيع بكل مشاكل لبنان، بس بدي أقول شغلة يعني نحن صاروا مصورين كأنه قضية جورج قرداحي هي مشكلة لبنان الأساسية، نسيوا العالم كل هالمصائب اللي وصلوا البلد إليها. يشار إلى أن قرداحي سبق أن أثار ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة بعد إعادة نشر تصريحات تلفزيونية له قال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه عدوان خارجي تشنه السعودية والإمارات على اليمن وفقا لقوله.